لعبت عليا يا كابتن. على هارون تكسب. ممكن تديني التذاكر اصرفها لك؟ ليش عندك قط فرعوني؟ اتفضل فوقنا اللي يا مدام شوف الشغل تحت. الضابط البحري وصل. اوه باردو، قصدك قريبك. تمام، انا مستعد للتسليم. اوه طيب يا مسي شكري، الباترون بتاعنا عاوز العملية تتم بسرعة. انا جاهز. الظرف ده فيه رسومات تسليح الغواصات الجديدة والاحواض الجافة ومخازن الذخيرة السرية، كلها متصورة على مايكرو فيلم. اوه طيب يا مسيو شكري. طيب يا عظيم، عظيم جدا. دي صورة نص الرسومات بس، والنص التاني بردون يا مسيو هارون، بعد ما نتفق الاول على المبلغ. لاحظ ان النص ده ملوش قيمه ابدا من غير النص التاني. برافو مسيو شكري، انت ناصح قوي. بعد ما عندكم يا مسيو هارون. ميل ميرسي مسيو شكري. اكون بيا المبلغ كام؟ 25,000 جنيه. اوه سترو ده كتير قوي. بردون يا مسيو هارون، انتوا عارفين كويس قوي قيمة الاسرار اللي فيها. طيب انا هتصل بالباترون واشوف ايه رأيه، فوت عليا بكرة اديك خبر. روفار يا مسيو هارون. روفار. جدا. بندفع 25,000 جنيه. بس راقبوه كويس وتأكدوا من شخصية قريب الضابط البحري. Thank you.
اللي حيسلمك الفلوس حيكون معاه نص الصورة التاني. إيه في حاجة مسيو شكري؟ لا أصلي بتشائم القطط. مسيو شكري أنت راجل متعلم. وتسليم إمتى وفين؟ الشامبانيا كلاب بكرة الساعة 11 بالليل. مع السلامة. روفار مسيو عمي. روفار. بون شانس. تسليم بكرة الساعة 11 في شامبانيا كلاب. كويس. أنا حسب لك الظرف اللي فيه الصور المطلوبة تحت التليفون. الصور دي بتمثل المدعو هارون تاجر الانتيكات في خان الخليل. التحريات اللي عملناها بتؤكد انه بيتصل اتصالات مريبة باحد الضباط بالقوات البحرية وانه بيعرض عليه مبالغ ضخمة في سبيل الحصول على معلومات واسرار عسكرية متعلقة باسطولنا البحري. اجتماع النهاردة لتنفيذ الخطة للكشف عن باقي افراد شبكة الجاسوسية اللي بيتعاملوا مع هارون. رائد حلمي فندم حتقوم بالمراقبة ومعاك النقيب عباس. حاضر فندم. نقيب فؤاد افندم حتقوم بالهجوم المكشوف ومعاك النقيب سمير. حاضر فندم. اي اسئلة؟ بعد اذنك يا فندم. هي العملية حتتم فين؟ الليلة الساعة 11 في شامبانيا كلاب. ضابط البحر
مسيو بيترا هارون وطب نفسك بسرعة، بعد ساعة هنفوتوا ناخدوكوا انت والمدامة. على فين؟ اسكندرية. نركبوا المركب لنابولي وبعدين وبعدين اسرائيل. اسرائيل اوه مدام، نسيت اقدم لك هدية الباترون بتاعنا بنسبة نجاح العملية. اوه ميرسي ميرسي بوكو مسيو بيترا. فاتيكوا فاتيكوا مدام. اتحقق الحلم وحنروح اسرائيل وحشوف راشيل. راشيل بنتي 10 سنين بقالي ما شفتهاش. زمانها دلوقتي بقت وزيرة. انا عارف بنتي عندها مؤهلات عظيمة. الله يقدس روحك يا رود. فاضل 5 ثواني. هاتي هاتي افتحي الهدية نشوف فيها ايه. you
عفريتو. اخي ده تقيل قوي. ما انت كمان رعبتني. واللي بوت انت طيب. جمعًا ان شاء الله. ها ايه الاخبار؟ نجحت الخطة زي ما كنا مقدرين. يعني شكري دلوقتي ميت من وجهة نظرك. وحضرتك بقى الجاسوس الخاين اللي هيجري وراه عشان تسيح الغواصات لما ينقطع قلبك. هتسافر اسكندرية حالا العصابة. ليه؟ عشان تتحرك الشبكة وراك بعد ما تجمد نشاطها بموت حضرتي. طب وايه اللي مطلوب مني اعمله في اسكندرية؟ قطعا بترو هيحاول الاتصال بيك عشان نص الفيلم المكمل للمعلومات اللي عندهم. تساوموه وتلوعوا لحد ما تكشف افراد الشبكة واحد واحد. وعلى اخص رئيسهم. زعيم الشبكة هو هدفنا الرئيسي يا عصام. طب وهنزل فين في اسكندرية؟ في فيلا مخصوصة محجوزة لحضرتك في سيدي بشر. وانا الطباخ بتاع سيادتك. وانا البواب بتاع عظمتك. طب وانا؟ انت الفتح على روحك. سافر اسكندرية. انا خايف. بعد موت هارون مفيش حاجة تخوفنا ابدا. المهم ان رشيد ما تعرفش حاجة عن موت هارون. لكن المخابرات مفتحة عندها قوي بعد موت شكري. نص المايكروفيلم لازم تاخده منه باي شكل. الاوامر بتقول ان المعلومات اللي فيه خطيرة جدا. اديله فلوس زي ما هو عايز. افرض رفض. Thank you.
يا كابتن، نحن عاوزين الميكروفيلم. برافو، الفلوس في جيبي، تسلم تستلم. هيحصل. السرعة دي يا حضرت، ده شارع مش ميدان سباق. اصل الحكاية ملوش لزوم كابتن، اعتبر حكاية منتهية. ما هو لازم حضرت الضابط يعرف. ما فيش ده يا كابتن، اصل الحكاية مرات الخواجة دي جالها الطلق وحالتها خطرة قوي وبندور على دكتور، مش كده يا خواجة؟ ايوة مظبوط كابتن مظبوط. العمارة دي فيها دكتور. ميرسي ميرسي كابتن. ما تنساش المغرات يا خواجة. حاضر حاضر. صحيح ده عمل انساني، لكن مفيش داعي للسرعة دي تاني. المراقبة العامة دي بقالهم الإشارة مستنيين لما يلاقوا الفرصة ويخشوا الفيلا ويخبطوا المايكروفيلم. أنت شايله فين؟ أهو وده مطرح برضه، بتشوف حتة معقولة. ما تخافش عليا، أنا رايح السوق أجيب الخضار لسعادتك. مش عايز حاجة من بره يا بيه؟ أنت ما تعرفش تطبخ حاجة غير اللوبيا دي؟ ما أعرفش غير هعبك ولا الجوع. لا عاجبني عاجبني خلاص. السلام عليكم. نهارك سعيد يا كابتن. انت مين؟ جميل جميل. لا مؤاخذه اصل وشي متعكر حبتين من زعل على سي شكرا الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضل يا كابتن. ايه ده؟ حاجه كده على موزه، هديه صغيره من اصحاب سي شكرا الله يرحمه. بمناسبه ايه؟ رحمه ونور على روح المرحوم. انا مش عارفها. كل شيء بصوابه. ايه ده؟ فيه حاجه هتبسطك قوي. عن اذنك اسمع. ايوه مين؟ نحن اصحاب المرحوم شكري. وصلت لك الهديه، ان شاء الله تكون مبسوط.
من هنا ورايح هتوصل لك هدايا كتير. عندكش حاجة تهدينا بيها؟ لا بتقول ايه؟ لا 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 نمر غلط. نمر غلط. من بيته في سيدي بش الساعة 7 صباحا. بدري قوي علي. بيروح قيادة البحرية، بيفضل هناك لغاية الساعة 2 بعد الظهر، وبعدين بيرجع الفيلا. الفيلا بيسهر دايما في سانتا لوتشيا. ممكن كل يوم جمعة بياخد حمام شمس في بلاج المعمورة. افتكر انا كمان محتاجة الحمام شمس. خير اتفضلي. اي ايه رجلي رجلي. سلامتها في حاجة؟ لا مش عارفة. شوف ايه فيها. لا دي عاوزة قاعدة. انا مش شايف حاجة. لازم انجزعك. هنا بيوجعك؟ هنا؟ اي خسارة. مش هعرف اغني الليلة. وانت هتغني برجلك؟ دمك خفيف. الله يحفظك يا مدام. ماما زل مادموزيل ايفا. مادموزيل ايفا مغنيه؟ ايوه في كازينو المنتزه. تشرفنا. عصام زهني ضابط في القوات البحريه. هاي هاي كابتن. الليله هغني غنوه جديده. مش هغني الا لما تيجي. هيحصل. جود باي. مادموزيل ايفا. الكوره. بص لي كويس، شايف فيا ايه؟ مش شايف حاجة. يبقى ما عندكش فكرة عني اطلاقا. أنا عارفك كويس، عصام زهني، العمر 35 سنة، الطول 185، شعرك أسود. بس، أنا ما بقولكش اعمل تحليلات عني. أما قصدك إيه بس؟ قصدي كده شكلي على بعضي، ممكن يشقلب كيان القنبلة الذرية دي، ومن نظرة واحدة تقع في دباديبي. جايز جدا، يمكن يكون نفسها حلو. وإذا كانت بتشتغل في كازر المنتزه اللي بيشتغل فيه بترو، تبقى عينها فارغة وعايزة تتدب فيها رصاصة. طب ابعت مصر اعمل تحريات عنها. اسمها ايفا. Does it go?
في الغنوة جنان تهوس. مرسي. من فضلك. اي تفضل يوسف بيه. كابتن اسام زهري يوسف بيه عز الدين. اهلا وسهلا فندم. تشرف مع اعجابي الكبير بالاغنية الجديدة. مرسي. ما لقيتش الورد اللي بتحبيه فبعت جبته من بيروت بالطياره. وليه التعب ده؟ طيب استاذن. مش ممكن. ايه اللي مضايقك منه؟ بتشائم من وشه. عن اذنك يا حبيبي لما اكمل لبسي. طب انا حسنك في الصف. زي الحال. الريز يوسف عز الدين دخل علينا فوقنا. لا مش عاوزينه يفوق ابدا. لازم يتوف في حبك. ما يفوقش الا بعد ما نكون فتشنا الفيلا ورجعنا بالمطلوب. انتوا رايحين تفتشوا الفيلا ضروري الليله.
طب اتصرفوا مع يوسف عز الدين وابعدوه عنه. اوكي. كابتن عصام، عندك مانع ناخد كاس ويسكي سوا؟ لا بكل سرور. اتنين ويسكي. ارجو اني ما اكونش عطلتك. لا ما فيش عطله ولا حاجه. سيجاره فنك؟ بس ما عندكش فكره قد ايه انا سعيد بمعرفتك. طبعا لا. كابتن عصام، انت شاب قدامك مستقبل كبير والبلد محتاجه لك، لكن ايه مناسبه الكلام ده؟ ايفا. ايفا؟ ايوه، دي قلبها عصبة أمم، ما عندهاش قلب، لها مليون عشيق وعشيق. وحضرتك نمرة كام؟ أنا؟ أبدا. كده؟ أنت صعبت عليا لأنها ست خطرة وبتلعب بقلوب الشبان وتلف تلف وترجع لل لمين؟ للراجل اللي بتحبه. مين ده؟ راجل كبير شوية في المهام، إنما غني، غني أوي، هو الوحيد اللي بيقدر يرضي جشعها للفلوس ويلبي كل طلباتها. تلف تلف وتعرف ده وده وترجع له هو، لأنه بيحبها حب صادق عنيف، بيحبها بكل جوارحه. يوسف ايه؟ التليفون عشان سيادة. عنيف اتفضل. عصام يلا بينا قبل ما يرجع بوز الاخص. اوام هي اللي قايله بتقول كده. غور من قدامك. ويسكي دوبي. كفايه بقى، انت شربت كتير. متضايقه. متضايقه خالص. يوسف ده زهقني من حياتي، اروح لبنان ورايا، اروح نابولي برضه ورايا. فهمته كتير اني ما بحبوش، لكن مفيش فايده. اخلص منه ازاي؟ بسيطه. بسيطه ازاي؟ اتجوز. انت ما تعرفنيش غير النهارده. عندنا مثل بيقول نظره فابتسامه فسلام فموعد فجواز. يعني انت مؤمن بالحب من اول نظرة زيي؟ مؤمن؟ ده انا اللي اخترعته. لازم سكرت. طبعا سكرت. وكمان او عصام الناس قومي. على فين؟ نروح حتة تانية ما فيهاش ناس. امال اثبت لك ان انا بحبك ازاي؟ عصام قوم نرقص. Thank you.
الحمد لله. ايه الكرب ده كله؟ مفيش تحية هتسميك كده؟ المسدس ده من غير صوت يعني موت سكيتي؟ انت مش هبط فلوس؟ بتسموا 25,000 جنيه دي فلوس. قلتلي المبلغ مش عاجبك. في الحقيقة انتوا اللي مش عاجبني. بص بتشتغلوا بهبل، كشفتوا شكري للمخابرات وبعد كده عاوزين اتعامل معاكم، اعملوا معروف ابعدوا عني، انا راجل متراقب، ما تودونيش في داهية. نحن اللي بالرقب. انتم؟ آه؟ الحمد لله، انا كنت خايف قوي، ومع ذلك وجودك في بيتي يشبهني. تسبح تتهوى؟ كابتن عصام، الظرف ده في 25,000 جنيه كمان. اديني الظرف اللي في ايدك وخد الفلوس. عندك مانع؟ لا ما عنديش. اتفضل. نفسك يا كابتن. موجود. كنت فين لغايه دلوقتي؟ معايف. مين؟ انا البواب. عباس. اهلا عباس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عباس. ازيك يا راجل؟ الله يخليك. الله. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كان عندنا ضيوف حزابهم تقيل شوية. اصحابك اياهم؟ طبعا. هو في غيرهم؟ وايه الفلوس دي كلها؟ فلوسهم لهفنا منهم 25,000 تانيين. يا جماعة انا موقفي بقى دقيق خالص، لحد امتى هفضل ازوغ منهم؟ اعتقد انك هتقدر تتصرف على ضوء المعلومات اللي جبتها معايا من مصر. جبت تحريات عن ايفا؟ اسمها راشيل. راشيل؟ راشيل هارون، بنت هارون بتاع الانتيكات. انت هارون اللي دكانه اتنسف في خان الخليلي. هي ودي صورتها من 10 سنين، ايام ما كانت بتشتغل في الجيش الانجليزي، وبعدين سافرت مصر ودخلت في باسبور مزيف ضمن الباقي اللي بيشتغل في الكازينو. اهلا اهلا ست راشيل. دي خدمتنا خدمة كبيرة. ازاي؟ تحرياتنا عنها وصلتنا لخيط مهم جدا. ايه هو؟ ماركو. ماركو ده ايه؟ مدرب الرأس. احنا بنشك انه يكون رئيس الشبكة. ليه؟ ماركو دي صورته لما كان في البحرية الهولندية ايام الحرب، وبعد انتهاء الحرب اشتغل خبير بحري ببحرية اسرائيل. ما فيش اوامر تانية من الرئاسة؟ لا، انت تحاول تظهر لهم روح التعاون لغاية ما تعرف ماركو ده يبقى رئيس الشبكة ولا في حد غيره.
ماركو. ستيفر كارلي كارلي كمان لازم نجيب بيت الميكروفيلم بأي ثمن. الأوامر جات لي كده، لكن أنا بكلم مين؟ أنتوا فيكوا فايدة؟ أنا هجيبها بنفسي. ايفا كلمي عصام خدي منه معاد عشان تتغدوا سوا في كازينو سيجال. الو عصام حبيبي. ممكن تساعدني من فضلك؟ متأسف عندي ميعاد مهم. أرجوك يا بي 10 دقايق بس، السكة مقطوعة وأنا ما صدقت إني لقيت حضرتك. طيب ميرسي أوي يا حضر. دي اسمع. حاضر. مايكروفيلم. مايكروفيلم؟ فيلم ايه؟ الظرف اللي فيه المعلومات. ايوه افتكرت دلوقتي لما شفت اخيرا. وافتكرت دلوقتي انتوا الظاهر فاهميني غلط. انا جمعت المعلومات دي علشان ابيعها، لما اخليها عندي هستفيد بيها ايه؟ يعني متفقين؟ طبعا متفقين. امال بتتهرب ليه؟
اتهرب. انا راجل تاجر عارف قيمة الصنف اللي ببيعه، زي النبي كل ما يقدم يحلو ويغلى، ولا ايه يا خواجة؟ ما احنا بنتعلم منك. تبقى تعلم في المتبلم. ها؟ لا ده مثل عندنا. لا ممكن يتعلم ويفهم طلباتك. 100,000 جنيه. 100,000 pounds؟ Yes, 100,000 pounds. مش براغيت. عن اذنكم، ما انتوا ما ردتوش عليا. موافقين نستلم الليله. مش معقول. الفلوس موجوده بس الظرف مش موجود. كابتن عصام بلاش لف ودوران. بلاش لف ودوران. اصل انتوا بعد ما زرتوا الفيلا الحقيقه انا خفت، الفار لعب في عبي، بعت الظرف والميكروفيلم على مصر. ويسكي؟ اي. ميه ولا سودا؟ سك. جود. كابتن عصام، كابتن عصام، اللي يغدر بينا ننصفه. ايه بتقول ايه؟ انا متقاسي على الكلام ده. هو لعب عيال؟ اعتذر. قول باردون. ام سوري، اسف. كويس كده يا خواجه، انا كل اللي يهمني عاوز اقبض، عاوز امشي من البلد دي خالص. قلت لك جاهزين. تحب امتى تستلم ونقبض؟ ليلة راس السنة. فين؟ في الكازينو. اشمعنى الكازينو؟ نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. مبروك يا كابتن. مبروك عليك. جميل. السلام عليكم. تسمع؟ وليه الأذية دي؟ أصل النور بره شديد قوي، خايف على عينيك. كتر خيرك. تسمح بقى يا ابني تاخد بيدي، ربنا يفتح عليك. ايديك الاثنين. أنا مش مطمن، ده طماع، هيلعب بينا عشان ياخد فلوس أكتر. أنا واثق إنه هيعمل كده. ولا حمل. هحط له اللي يراقبه ويعرف كل تحركاته. يكتشفه، ده ثعلب. الرقيب مش إنسان. مال إيه؟ حاجة لا يمكن يكتشفها، حتى يدع عليه أنفاسه. اتفضلي. هو موجود ولا مش موجود؟ مين حضرتك؟ ازاي يديني ميعاد ولا يجيش؟ اتفضلي استريح. كابتن عصام موجود؟ مش موجود. مفيش داعي ينكر نفسه. انا لسه شايف ايفا دلوقتي وهي داخله. اوعى. مفيش داعي ينكر نفسه. اخرجي قدامي من غير مناقشه. غير يا استاذ، يا وكيل غير بواب، ازيك تهاجم على وجود الناس بالشكل ده؟ فكره سايبه ولا ايه؟ متاسف، قدامي ايفا. انت جاي هنا ورايا ليه؟ عايز مني ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ جاوب ايه؟ قصدك ايه؟ هقولك. السهم. يوسف بيه، اسمح لنا اقول لها على الجواب الصغير والسر الخطير اللي حيوديني في داهية. ما افتكرش عندك الشجاعة الكافية انك تقول لها. اسام، في حاجة مخبيها عليا. افهمك، القانون في بلدنا بيحرم على الضباط انهم يتجوزوا من اجنبيات. انا شخصيا ما عنديش استعداد اني اتخلى عن ايفا ابدا. انا هضحي بكل شيء، هستقيل من وظيفتي واتجوزك. افتكر بعد كده ما عندكش فرصه تبعت للبحريه علشان تفيدنا. مش ده السلاح اللي بتحاربني بيه يا يوسف بيه؟
مع السلامة. عصام قد كده بتحبني وبتضحي علشاني يا عصام؟ بس أنا مش قادر أفهم هتعيشوا إزاي بعد ما تستقيل. أهو ده بقى السر اللي عمرك ما هتعرفه. إيفا أنا مسافر بيروت النهاردة، لما تقرفي من عصام وعيشة عصام زي ما حصل مع كل اللي عرفتيهم قبل كده بيتفضلي هتلاقيني في انتظارك. الكارت بتاعي هو فيه العنوان. استنيتك ساعتين لوحدي وما جيتش، حصل حاجة يا روحي؟ وأنا جايلك في السكة كان في عربية عطلانة، صاحبها شاورلي نزلت أساعده، بصت في وشي، بصيت في وشه، خدنا بعض بالحضن وهات يا بوس. إيه ده؟ سيبني لوحدي ملطوعة ساعتين علشان تنزل تبوس واحد؟ ما هو الراجل ده اللي نزلنا من السما علشان يقرب معاك جوازنا. إزاي؟ ده المحامي بتاع العيلة. تصوري جاي من مصر عشان يقول لي ان انا كسبت القضيه بتاعت الوقف بتاعتنا. انا هقبض 100,000 جنيه. اسام ايفا انا هسافر عشان احضر المستندات، عاوز اي حاجه اجيبها لك. اطلبي اغلى شيء في الدنيا. انت عندي اغلى حاجه في الدنيا. ايفا انا مسافر بيروت النهارده، لما تعرفي من عصام وعيشه عصام زي ما حصل مع كل اللي عرفتيهم قبل كده بتفضلي هتلاقيني في انتظارك. الكارت بتاعي هو فيه العنوان. يوسف كان حيبوظ لنا كل حاجه النهارده. اطمني جوزيف حجز على طيارتي النهارده. انت متاكد؟ انا عرفت لك المعلومات من الاوتيل. ليه هتسيبنا بسرعه يوسف بيه؟ مضطر اسافر عشان عندي شغل. موفياج. ميرسي. اجتهد يا عصام انك تسلمهم التصميمات هنا في مكتب المدير علشان يبقى الهجوم محدد ومباشر على المكان الذي يجتمع فيه اكبر عدد ممكن من افراد الشبكه، علاوه على رئيسهم بطبيعه الحال. عباس افندم، انت هتكون واقف هنا في الكوريدور جنب اوضه المدير عشان تراقب. بمجرد عصام ما يديك الاشاره تنقلها بسرعه انت لحلمي. حلمي هيكون واقف هنا جنب سكاكين الكهرباء. بمجرد عباس ما يديه الاشاره هيطفي نور وجهه الكازينو مرتين. اما انت يا سمير هتكون معايا بره مع قوه الهجوم. بمجرد ما ينطفي نور الواجهه نهجم على طول. مش هوصيكم يا جماعه للمره الثانيه. المستندات اللي في الظرف اللي مع عصام تصميمات حقيقيه لغواصاتنا واحواضنا الجافه. يعني اذا وقعت في ايديهم هتبقى كارثه. وليه نجازف يا فندم ونحط في الظرف تصميمات حقيقيه؟ عشان خاطر ماركو. انت ناس انه خبير بحري؟ افرض انه شافها قبل الهجوم يبقى عصام انتهى. خدوا بالكم كويس جدا يا جماعه، احذروا اقل هفوه، لان طبعا الكازينو هيكون في غايه الازدحام والدنيا زيطه، لانه هيكون في حفله راس السنه. خلي بالك كويس، الليله دي لازم نخلص كل حاجه، لازم ننفذ الخطه زي ما رسمتها بالظبط، مش عايز اي غلط، لازم نخلص. خلاص الليله دي اخر ليله في مصر. لازم نخلص كل حاجه ونسافر. اوام نسافر واسيب بابا وماما؟ انا عامل حسابي على كل حاجه. بابا وماما هيكونوا مستنيين على المركب اللي هنسافر عليها سوا. وعيني خلاص انا داخل جوه، اذا جال جميل
خلي يجي، انا بستناه. الو مين؟ عباس. الحمد لله على السلامة عباس. عشان ايه؟ بتكلم جد؟ ساعة الصفر الليلة دي انا اللي هقف جنب السكاكين بتوع النور، ادي اشارة الهجوم، اطفي نور واجهة الكازينو مرتين. كويس عصام، يعني زمان وصل الكازينو دلوقتي. طيب مع السلامة. كل واحد يكون على استعداد، الهجوم هيبتدي بمجرد نور الواجهة ما ينطفي مرتين. الو ايه بتقول؟ ايه ايوه يا ايفا، طلع مخابرات، انا متأكد. بلغي ماركو بسرعة. حاسب يا حضرتك. عباس فين ايفا؟ وقت المدير. طب خليك واقف جنب الباب اول ما اديك اشاره. ايفا حبيبتي روحي، خلاص كل احلامنا اتحققت، كسبت القضية، هنتجوز ونعيش مع بعض للأبد. صحيح. أمال إيه يا حلوة؟ أما أنا محضرلك حتة مفاجأة. مش أحسن من مفاجأتي؟ أنت كمان محضرلي مفاجأة؟ هايلة جدا. اقفل الباب عشان أوريها لك. إيه ده؟ المفاجأة تعجبك؟ طبعا. هو في حاجة تعمليها ما تعجبنيش؟ مكانك. مش دي نفس المفاجأة اللي انت محضرها لي؟ ايه في حبيبتي، انت جرالك ايه؟ التمثيلية انتهت يا حضرة ضابط المخابرات الذكي. انت لازم جرى لعقلك حاجة. انا عصام. بقولك التمثيلية انتهت. طب انت وريتيني مفاجأتك، تعالي شوفي مفاجأتي. ايدك فوق. امرك. تعالي خديها بنفسك. قديمة من عند ابوك هارون. مش ممكن، مستحيل، فظيع. بيترو وماركو قتلوه. بيترو وماركو؟ ايوه، نسفوا المحل بعد البوليس ما كشف. شكري. متوحشين. الوقت ضيق، كل حاجه انكشفت دلوقتي، ودي اكبر فرصه عشان تتقمل ابوك وامك وتنجب نفسك. ازاي؟ تكون شهاده ملك. يعني ايه شهاده ملك؟ يعني اللي يرشد عن زملائه، وبالطريقة دي تاخد بطار ابوك وامك وتنتقم من المجرمين. بس ايه؟ مفيش وقت، هم دلوقتي اكتشفوا ان انا مخابرات. كابتن عصام افتح، ما تخافش. انا بيترو. خرج دلوقتي الصالة حالا، هتلاقي واحد لابس وش نمر اسمه عباس، ده زميلي، قول له يطفي النور دلوقتي. يظهر انك جيت لك في وقت مش مناسب. بردون مستر بيترو، ما قدرتش امسك عوض فيه. كل ده ما يهمش، مستعد للتسليم؟ 100%. اتفضل. هو التسليم مش هنا ولا ايه؟ لا بس اتفضل. اتفضل.
ايوه بس حاجة عجيبة، عصام اتأخر على الإشارة. عصام نزل تحت علشان يسلمه، بيقول لك ايد في النور دلوقت. تصميمات مظبوطة يا ماركو؟ يس اكسلنت، مظبوطة تمام. خد عد الفلوس يا كابتن عصام. طلع مخابرات يا مغفلين. لازم نبلغ ايفا. طلعت خاينة، خلصت عليها. يلا لم الافلام والخرايط بسرعة. عوام. عارفوا ان عصام مخابرات. هو فين دلوقتي؟ تحت. انزلوا له من الباب السر ده. ادي الاشارة بسرعة. قول لك ايد في النور. انسى في محل. اتأخروا قوي. فعلا يا فندم. نهجم دلوقتي. عمرك يا فندم. اربط سلك بسرعة حصلني. جميل اربط انت سلك. تعالك. لقيت حلمي مطعون جنب سخاكين الكهرباء ومش لاقي عباس.
ترقية استثنائية. رقي المقدم بحري عصام زهني إلى رتبة العقيد بحري، وذلك اعتبارا من اليوم.